تبارك الله على خوتي المتابعين الاعزاء الغاليين، كصبحتوا مزيانين. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير بالاحوال ان شاء الله، ديما على خير وبخير بوليداتكم والعائله ديالكم. وشكرا لكم اخوتي المتابعين الاعزاء، كتبغيونا كتحبونا كتسولوا بينا، حنا اللي توحشكم والله القاسم اللي توحشكم الحاله هذه، راه قريب سيمانه هذه ما بنتقدنا وخيلا. ماشي سيمانه، ماشي ثلاثيه. ايوا المهم تقريبا في ديون 4 ايام شفنا اخوتي، والله الا توحشكم. البارح راه مشى للداله، راه مسهسه هذا الصباح ما قاتش ينوض. حسيت مسكين البارح عيط ليا، تلاقيت انا بها القهوه قال لي تعاوني بواحد الداله عيط لها الشيء ديال البطون. ولا دور صباح هذا. قلت ان شاء الله، وراه البارح مشات عنده مسكين عيطو في الصباح، راه ملي مشينا عنده في الصباح شي السبعه مشيت عنده الى قريب الى العصر، اقسم بالله الا حنا درناها بهذاك البوجي، الا تعرفوا البوجي يطلع به الداله تبوط، يلا سكتناه والعصر دار الله اكبر اقسم بالله. هذا مشيت تسقي لناحيت راه ما تاش غمض الماء. لا اخوتي اذا صبحت هنا ما قاديش نوض الصباح. دقدق. هذا صباح عندي راه قدام عليا وهذا الجناب هذا. اشحال هذه ما ضربنا تمام الله قسم بالله والله الا شحال هذه ما تبطبط صاي. هانتوما اخوتي ها من عندي يديا ما بقيتش كنضرب تمام، شنو كدرت من هنا؟ كانوا عندي هادو يدي كرطابي سي حاج، كانوا عندي هادو وهذا هما هاد الجناب هادو حورش، كانوا حورش، كانوا يديا كنت كنشد مريم بغاها كنت كنشد يديا كتطلع من هادي دابا يديا رطابو ولا بحال يدي مريم. هانتوما اخوتي والله الا رطابو بالله. تبارك الله عليكم اخوتي المتابعين، الله يكبر بكم كبر مينا وحد معانا، نتمنى من الله يخليكم وليداتكم والعائله ديالكم. دابا تابعونا السي حاج غادي نزقي نزقي الماء. انا خوتي رانا حاطه الماء انا نغسلها. ما تعطلش ما تعطلش شوف القية شوف القية حبي شوف القية تعطيك الخبارة ديالها. ذاك راه وختي مسكينة ساقينا الماء. يلا خوتي دابا انا غادي نمشي نغسل الماء عليه. ها فاروسة ديال الماء عليه هانتوما، بقاو معانا خوتي باش نمشيو فين ان شاء الله. غادي نعمر لي الماء هنايا. يلا خوتي مسيتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي بقيتو خواتاتي كي درتو مع الصحيحة؟ المهم راني بديت معاكم الفيديو، كنتمنى من الله يعجبكم وتبعوا لنا الفيديو ديالنا من الأول حتى الأخير أخواتاتي، ما تمشيو فين، راكم عارفين أخوتي حبكم هو اللي كيجعلنا نكملوا في المسيرة ديالنا. الله يخليكم لينا وشكرا على تعليقكم الزوينة والله يسهل عليكم. والمهم راه الفيديو ديال اليوم متنوع، كنتمنى تكملوها اخواتاتي من الاول حتى الاخير، وقعوا فيه بزاف ديال الاحداث زوينه، ضحكنا نشطنا انا والسي حميد قشفنا. والله اخواتي انا عارفه كتعجبكم هاد الاجواء هكا ملي كنكون كنضحك انا والسي حميد، تقول لاخواتاتي السي حميد غيبقى كيضحك، تيعجبني ملي كتكون راش قالو. المهم اخواتاتي دابا راني من بعد ما خرجت معناتي، انا قبل ما كنبدا نغسلهم كنجيب بعدا البوطه هي الاولى زعما كنغسلها ونمسحها مزيان اخوتي، حيت هي اش نقول لكم وليت حريصه على انني ما نخليهاش توسخ ولا تلصق ولا تحرق، حيت مدوزه عليا وهذه لامانيو ديالها زوين يعني ما كتعذبنيش بزاف، ملي كطيح الحاجه كنمسحها يعني في البلاصه صافي، ما بقاتش كتشد ليا الوسخ حاشاكم بزاف يعني، ديما نقيقيه ديما ممسوحه مع صافي كنخدم غير بيديا انايا يعني، ما معايا شي زعما شي واحد اخر اللي يخدم معايا الشغل، فما كتوسخش، كنحاول عليها ما امكن، ما كندير لها لا الومنيوم لا والو، ولكن اللي طاحت عليها كنمسحها. دابا خوتي راه راش قالي جالسه كنضحك معاكم ونشط وكنمسح معاكم البوطه، الروتينات اللي تعجبوكم ويحمقوكم بغيت ربي يسهل عليكم. شكرا لكاع الناس اللي قالوا لا مريم راه روتيناتك تعجبونا، وانا ما حدكم تتقولوها لي، وانا اكيد غنشارك معكم غير الروتينات اللي تعجبكم واللي غادي تكون فيها الفرحه والنشاط واللي غتفاجي عليكم وتبدلوا الساعه ملي ندخلوا الفيديو ديال اختكم مريم. المهم اخوتي هنا ضربت ليها مسيحه مازال غادي نعاودها لا بد، المهم ملي كتحكيها كتخرج تبارك الله كتشعل، وانا كتعجبني تبارك الله كتعطي هذه اللمعه زوينه، شريت واحد البرودوي صدق ليا زوين اخواتاتي دابا جاكم معكم احسن من داك البرودوي العادي اللي كنت كندير به، كيعطي واحد اللمعه زوينه للبوطه ديال الطياب والله، تمسح به كلشي كنمسح به الثلاجه كنمسح به البوطه كنمسح به واحد الطبله بيضه عندي كنرش عليها البرودوي والله اخواتي كيخرجها بيضه كتشقشق.
المهم هانتوما خوتي من بعد ما مسحتها والله الا ولات فنه هانتوما خوتي دائما بحال دابا البوطه ما تخليوهاش توسخ وما تخليوهاش هكا تحرق حيت كتعذب بزاف ملي كتحرق وكتبغي تحكيها كتعذب بزاف واحد يعني شنو نقول لكم انا اللي مجربها كتعيا تحكي وما كتبغيش ما كيبغيش يحيد منها داك الحرق دابا راني بديت بها هي الاولى عاد نخرج ان شاء الله المعناتي ملي كنمسح البوطاجي ونخمل الكوزينه ونمسح كل شيء تنخرج نغسل المعني هانيه تكون عارفه بلي الكوزينه راه مخمله يعني ما تنهزلهاش الهم فملي كينشفوا المعنات كندخلهم غير نستفهم وهاد الكساكس ديال البوطه هذوك ضروري اخوتي كيتحرقوا دابا ندير لهم تاهما شي نهار شي برو شويه ديال البرودوي نخليهم يفزقوا ونتبعهم بالحلفه كيخرجوا فنين كيحمقوا غير دابا راني مشغوله خواتاتي وما كنحكهم دائما المهم اخوتي هنا راني ساليت ضربت ليها واحد المسحه ما يكونوا عويناتكم تبارك الله خرجت فنه ولايك وكومونتير وتعليق زوين لخوتكم مريم الله يسهل عليكم دائما كتخليو لنا التعاليق الفنه والغزاله صافي اخوتي دابا راه المعن حيدتهم هزيت ما امكن الحوايج اللي كي المهم الحوايج اللي ما صالح ليش كاملين عليتهم كنخلي غير معناتي باش كنقضي وهذا ما كان اخوتي يلا حبايبي ما تمشيو فين دابا اخوتي غادي تتابعونا ان شاء الله مع الفيديو بقاو معنا لقينا شفنا منك غير مصايب ياك ارسع ولا بغيتي تحمي فينا الله وحنا مغياش يا دنيا علاش دابا انا بغيت راه غادي نتقبل اي سبقوا لي في تجربة الاداء حتى يدوزوا داك الكاستينغ ولا كي كيقولوا ايستينغ ولا وتيشوفوا واش صوتك زوين مش عاد كتطلع ويلي لابي تسالينا هانت شوف وعلاش وعلاش قلت لي حلفة حتى تفرقي دام طلبت منك غير مصارة وما بغيتي تحني فينا سي حبيبتي قول لي صوتك زوين لا انا راك تضحك عليا لا ها حبيبتي قول لي صوتك زوين ياك حامي شكرا لك بغاها بغاتو بغاها داتو داها عروسنا ويا الوطنية سيد الرجال ديتي هنتيا سيد الرجال ساعة ما عرف شنو كان مازال ما تعرفي سيد الرجال واش واش غادي يبقى في شهر نيس في قديم راه شي طلع حامي راه 15 يوم كيفاش معاك حتى مسكين دا مسكينة وتهنات المدينة يا واش نقول لك ومالك احنا عندنا وعلينا واحنا صابرين وعايشين غنوا عليك هادشي مريم ما غنوش عليا حميدة الهمة ومريم الكواسكة يا جاتك سامحة حميدة غطيب وريضة؟ العروسة تيقولوا لها البيضة كاس الحليب غطيب الوريضة ما نقول كي واحد الكلمة وجه الله تتكون راه تجي لعندك وتكحفرتو
عاد شدت فيا الشمس. دابا نوريو التصويرات قبل ما تديني كي كنت. نوريو التصويرات لاكار ديالي. كيفاش كانت بصحة مريكة صحيحة بزاف. شتي كانت جالسة حداك ديك المنصة. كبر في عمري 40 عام. في عمري مازال صغيرة. أنا أكثر منها كتبان بحال هي. والله إلا كتبان تبارك الله عامرة. قال لا ديري حالك وديريها بحال كوسطو قدام. تبارك الله تبارك الله. والله حرام عليك يا حميد بعد مني. شوفوا كان تحكي مع انتيا دابا ضعفت انا والله ضعفت على غير بحال كتافي هابطه مبقاش فيك هذا في النار غوب ما خصك وانت جالس حال فمك في البرزه قوت لي جيت زينه شنو احساسك باش خرجوا لك لابسه ديك الصباط بيضاء عاد حس راسي الحياه جديده كتدخلوا النقافه قال لك قعد حدايا والنقافه كتبدل لي تنقول لها قول لي خرج تا كيخرج عاد كتبدل لي كنشوف وصافي والله كيكون داك الحياه والله والله انا مغيديش بالله قسم بالله مغيديش اولي دابا ولاو كي عادي عندهم حنا داك الحياه ديالنا كي داير وانا خرجت قررت الدير قلت لها غاديش انا مرتك هادي ماشي شي حاجه درنا الحيمه مشرمله ومقليه على نار مهيله غنتغداو بها ان شاء الله الا كتب الله مازال ما طابش اخوتي حنا ناقص ولا نبطوش تبع على خاطر انا تعجبني هكا اللحم مشرمل ومقلي تيجي واعر اخوتي جربوه ما تندموش بصيله ومايونيز والعطريه ديالهم لا لا كنت نلبس سي حميد هذه 15 يوم وانا تابعك على الشحمه ياه 15 يوم ايوا حميد الشحمه فين كان مريم في راس الشحمه في راس الشحمه في راس الشحمه في راس الشحمه مريم في راس الشحمه في راس الشحمه في راس الشحمه حميد لا تقول مريم ما سديلكش خاطرك تبارك الله عليكم خوتنا المتابعين سمحوا لنا وقبلوا علينا جيناكم بهذا الفيديو غيكون ان شاء الله متنوع هضرنا معكم وضحكنا معكم شويه ودابا خوتي راه حميد قال لي والو راه شاف الملاوي بالشحمه البارح في المدينه وجا عندي قاصدني قال لي هاد النهار ما نفكش معاك ديري لي الشحمه شوف المحله الدار ياه ديال المحله باش باينه غافل في الحمراء وبصلات شي ما فيهم ايوا خوتي دابا غادي نديرو له الشحمه وراه عارفنا خوتي كنديرهم على مزيناتهم ونشكرهم لكم الشحمه تيبغي الشحمه هنا خوتي راني عاجنه العجينه ديالي تبارك الله راه طالقه الفقاعة خلاتها شوف ايش هانتوما من هادي تعطيكم الخبر تبارك الله ارزق هانتوما ها طالقه الخيط ما شاء الله دابا خوتي غادي معاك شباب وقت تبارك الله نوري لكم العماره ديالها العماره ديالها هي البصله والشحمه انا ما تعجبنيش اخوتي ما كثر فيها هذيك قوه الفلافل وقوه التبدلات الله يخلينا اخوتي في البصله والشحمه سمحوا لنا اخوتي العزاز دابا غادي نبداو على بركه الله غنفرقوا غير القياسات انا ما تبردنا الحشوه بسم الله العاره حبيبتي كما راني كنت درتهم كيجاو بدون جمال تبارك الله مكتبغيش تطلق ايه قلبي الله الا شاتك منها ها انتوما خوتي معايا يشكرني ويقول حقا شي كلمه طيبه حلف لا بغا يقولها ايوا حنا شكرناك وانا لا ما شكرتينيش راك عارفني قديما نشكرك انايا كيدي تيبردوا عليا انا تنخدم الشغل بالشكير شجاعات نزيد اكثر من هاد الحجم شويه لهادي باش ما نشوفش الحروف ديالهم ماشي شعرين بزاف ماشي بعض ولكن طاجينه كمية تبارك الله ماشي شغل هادي بزاف اللهم زيد وبارك وهاديك دابا سيدي محمد كبيره هادي دابا 100 صافي راك عارف المي يديك راكدي شوف اخوتي ما كاين غير الشحامه الغديوه ديالنا شاركناها معكم تغدينا قبيله الله يخليك الله يخليك عرقناها بواحد اللحيمه مشحره دارتها لنا الانياء
العشية تعشات قال لك خصو الشحمة ما عكزنالوش عليه. ويا خوتي ما كان على الشحامة ولا حامة. تبارك الله ما شاء الله. والله خوتي إلا العجينة تبارك الله إلا طارقة الخيط. مليحة وجهكم أخواتاتي. أجو عندي وندير لكم هذا باش مشهوريان. الشحمة. غير بالملاوي وعمري بشحامي. اللي بغات ندير لها الشحمة وكتعجبكم اللي كنديرها تعجبكم. وكان كل شيء لا الحشوة ولا ما تشكرها عجينة بزاف. الحشوة دات اختي ولكن دليك شوفوا لي العجينة. لا خصهم يشوفوا الحشوة قال العجينة. تلقوا لي عينيكم وشكروا لي العجينة. كناكلو كناكلو نذوقوا المذاق ديال الحشوة كي داير في الماء. ماشي هي العجينة. لا شيتي كملش. إيوا اختي. وين الحشوة؟ الحشوة هي اللي كتكملش. شتي الحشوة ديالي. كحل عينيك. الحشوة هي اللي كتكملش. كحل عينيك وزيد في الصداق. شحال نزيدك؟ شي ربع درهم. ما الناموسيه والفراش انا ما كان الفراش داير هذا خوتي هي الشحمه تلعبي كوكوط باش ما يعاودش يقول لي يا مريم ديري لي الشحمه شوفي غندوخو باش ما يعاودش شوفي عمر هم الشحمات ما قاهمش الغرض شوف غندير لك واحد السماخ مخي غيسه تما باقي غنديروه الاتاي ونديروه في الكونجيلاتور باش ما نديروش فيها اي يكون عامين يلا بقاو معنا غندوزو لمرحله الخبيز يلا وشكرا لكم على التتبع وعلى التعاليق الايجابيه ديالكم وراكم في القليب وراكم تجراسنا وحنا كنموتوا عليكم وانتم هما الكل في الكل يلا حبايبي ما تمشيو فين بقاو مع خصكم مريم واخوكم خوتي ها هي دابا درنا الملويه ديالنا تطيب مازالين تنفرقوا جاونا جواد الله العائله والحباب يباركوا لنا في الدويره الله يبارك لهم الخير وكتب لهم اخوتي ياكلهم هاد الشحيمه هادي غنحطوا لك كتب الله ولكن ملي شافوها لا بدا نحط لهم منها شويه ايوا خوتي بقاو معنا ما تمشيو فين هنا خوتي هنا غندير لكم تصيفير هانتوما خوتي العزاز داك كتب الله راح مثلا نوجدوه معاكم ما تمشيو فين ايوا هانت كي جيتك جيتك اخوتي هانتوما خوتي الطرفين من كلا طرف هانتوما اخوتي تبارك الله اخوتي راه سخونه سمحوا لي أنا تبارك الله على خوتنا العزاز الناس الغالية اش اخباركم خوتي بغيت نصيفط واحد التحيه لواحد الانسانه عزيزه وغاليه على قلبي ربي يسهل عليها تحيه لبنت خالتي البلجيكيه من هنا حتى في راهي هي راه كتعتبر من الجاليه البلجيكيه تحيه للجاليه ديالنا في مكانه ويا راسها في راسها تحيه كبيره كبيره لك من القلب تحيه لبلاجكا كاملين ونموت عليك وتحيه لبلاجكا الجاليه البلجيكيه وراك عزيزه وفي القلب وربي يوقف معاك ويعاونك على صحتك وعلى وليداتك وراك في القليب راك في القليب ديال البلجيكيه ديالنا كتسكتك هنايا كي جيتك تبارك الله عليكم اخواتنا العزاز خوتنا العزاز كيما كتشوفوا اخوتي راه هذه الايام مسكينه جيت عندي اختي فتيحه العزيزه تبارك لي وخالي العزيز الله يخليه لنا والمراه ديالو اللي هي مسخاري الله يخليها لنا حتى هي ومرحبا بهم ويقبلوا على الموجود ونهار كبير هذا ملي جاو عندي هاد الناس العزاز وهاد الوجوه العزاز والحاجه راه ما كتكتب غير موليها والله اخوتي العزاز يضغوا من هاد الشحمه كيف جات ياكلوا منها هذا ما كان اخوتي العزيز الله يخلي لك صحيح اي دار هذا الملاوي بسكنا كلشي عليك الله يرحم قونا حنا السلام عليكم اختي المشاهدين ديال الاخت مريم والسي حميد كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكون على خير وبخير اليوم حنا جينا نباركوا لاله مريم وسيدي حميد الدويره بزياده الرزق ان شاء الله وباش كيتمناو صحيحه بالتيسير والخوتنا المغاربه كلهم الله يزيدهم خير بخير الله يوصل اي واحد بامنيه شي امنيه في قلبه وكيتمناها ربي يوصلوا ليها وحنا مع الاخت مريم السي حميد عقبال الجميع ان شاء الله هاد الخير وشوف الانسان يتمنى خير ما يتسنى ربي كبير وفيه كل خير اللي رزقنا يرزق الجميع ويرزق اختي فتيحه ويرزق المتتبعين اللي مسافر
تيدعيو مع راسها مساكن بشي حاجه في قلبهم. هو بنادم بلا ما يتقلق بلا ما يزرب بلا ما يسبق بلا ما شوف اللي في الرزق كتب لنا الله غنلحقوها حنا غنلحقوها واللي ما غنلحقوهاش ولا ونبقاو نسبقوا ليل ونهار حنا ما نلحقوهاش هو اللي كتب لنا الله غنلحقوه بشويه وبالهدانه هي افضل هذا ما كان خوف لا سبق لا شري المهم المهم كتنكب بنجان مرضيين كل شيء مرضي هذا تبارك الله خوتي المتسبيه العزيز غاليان وهذا نهار كبير مشان خويا كمال ومدام ديالو اختي فتيحه نجيكم معاك في الخير الله يخليهم لينا وشكرا لهم بزاف جاو مساكن يباركوا لنا في دويره نتمنى لهم الخير تا هما ان شاء الله تا هما شي دويره ان شاء الله في الحياه ديالهم وتبارك الله عليكم الله يخليهم لنا وشكرا لكم الحياه هو وزيره تبارك الله على العائلين ديال مريم وخويا حميد وجيت اخوتي نبارك لهم الله يزيدهم خير في حياتهم وعقبالها وخويا حميد وشي طلبيها كتكون ديما الصباقه هي الاولى تجي تدفع عليا الدباوز كتجي لي اي حاجه مسكينه الله يرحمها الوالدين ويخليها العزل الله يجيب وليداتها والله يدخل عليها هاد الدويره بشي رزيق وخويا حامد شي طنوبي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الصحيحه والسلامه هي كلشي يا اخوتي المشاهدين شوف راه اللي عنده الصحه والسلامه شوف تكون صحيحه راه هي والهنا هنا في الوقت راحه البال راه هي كلشي ماشي كامل هو الهنا راه هو كل شيء هذا هو في الحياه افضل تكون صحيحه ولهنا راه في البال كاينه راه كاين كل الخير بنادم غير باش ينوض ويجلس راه واحد الخير تبارك الله عطاه لنا الله بنادم غير يكون صحته سليم ورا حميد شايفني فين كاين راني تعطلت باش ما جيتش دابا 40 ولا 5 ايام راه حميد عارفني فين كاين راه عارفني حتى لا غير نشوف حتى حتى اليومين راه كيعرفني فين كاين كنت خدام على راسي باش ما كنساليش حتى بحال بقيت هكا المغرب هكا عاد كنسالي كان هو نصحصح هذا النهار هذا النهار انا نخرج بكري غدا ساعه ونمشي انا خالي غدا هو الشيء اللي كان اختي المشاهدين هو الشيء اللي كان تبرنا ما طولوش عليكم اخوتي ما كلتنا بردس باي باي عليكم الى فيديو جديد الله يسهل عليكم ديري لنا شي صوره منها اعطونا رايكم في الملاوي في الشحمه حق انتوما تعطيونا غير في المنظر لا ياكلوا ولا خصهم يقولوا لنا اللي كاين لا باينه من هنا جي الله يكبر فيك باينه من هنا جي زيدي مرت خالي زيدي يا بنات صوري مرحبا بك يخليك يخليك هذه راه القايه مسكينه مرت خالي عاد جات مسكينه جات على الطريق الله يخلي لها صحتها ويجيها الخير الله يرحم الوالدين ويطول عمرك السلام عليكم اخوتي العزاز الغاليين شكرا لكم وكنشكركم خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن ومبروك على مريم والله يستر لها ورانا اخوتي راني غير جيت دايزه من هنا وسمعت الناس كيهضروا وجيت نشوفهم من عيت انا راه دايما جلابتي لابسه ودايما نزرو هما القايه كتجي حتى اخر لحظه ولكني كنجي مع الزرو مرحبا بك مرت خالي خالي كتب الله مرحبا والف مرحبا الله يطول عمرك انت مراد الخير حبيبي الله يسهل عليك وزيدي كولي شري شربي كويس مرحبا اللي باغا حبيبي نوض الله بابا نوض سيدي انا نجيب لك صوصلي